الرحمن الرحيم. بيان صحفي صادر عن الهيئة الوطنية لإسناد الموظفين ونقابة الموظفين العموميين. يا أبناء شعبنا الصامد، تتعرض قضيتنا الفلسطينية اليوم للعديد من المؤامرات والهجمات الشرسة، والتي لم ولن يكن آخرها خصم أموال المقاصة من قبل العدو الإسرائيلي، والتي هي حق من الشعب الفلسطيني في محاولة فاشلة منه لزعزعة صمودنا والنيل من عزيمتنا. لكننا المتمسكين والثابتين على ثوابتنا وسنبقى. إخواننا الموظفين في الوظيفة العمومية، وأنتم إحدى ضحايا الانقسام والاحتلال، كنتم وما زلتم تتحملون الوزر الأكبر من المعاناة اليومية بما تحمله من تفاصيل قاسية مست كرامتكم وكرامة أسركم. وندرك أنه قد بلغ السيل الزبا، وفي ظل تخاذل القريب والبعيد. لذا فإن إخوانكم بالحملة الوطنية لإسناد الموظفين أخذت على عاتقها مسؤولية التخفيف من معاناتكم والحفاظ على كرامتكم التي هي كرامتنا، خاصة فيما يتعلق بقضايا الموظفين في البنوك. هذه الوقفة ليست هي الأولى ولن تكون الأخيرة ضمن سلسلة الفعاليات النضالية المطلبية التي تخدم مصلحة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية وتحديدا في غزة. هذه الوقفة أمام سلطة النقد الفلسطينية للضغط على البنوك الفلسطينية بإرجاء الأقساط أقساط القروض إلى فترة زمنية محددة وهي 6 شهور بدون فوائد أو بدون جدولة أو فوائد تتراكم على موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة. هذا هو مطلبنا الأول والأخير. هي رسالة اليوم للبنوك الفلسطينية حتى يوقفوا تحصيل الأقساط أو القروض المستحقة على الموظفين، وهذه يعني تعتبر مسؤولية وطنية ومجتمعية لدى رأس المال الفلسطيني ممثلا بالبنوك الفلسطينية، حيث أن الموظفين يعانوا نقصا كبيرا وفقرا مدقعا وبالذات في قطاع غزة. لذلك نقول بأنه الموظفين مطالبة يعني البنوك أن تقوم بهذا الدور من خلال وقف القروض والأقساط، وهذا يعبر عن شكل تضامني، حيث أن المعاناة والإجرام هو الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من خلال منع المقاصة وتحويل فلوسها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية. لذلك البنوك يجب أن تتضامن مع الموظفين ومع المواطنين وتوقف هذه القروض لمدة 4 إلى 6 شهور حتى يستعيد المواطنين والموظفين عافيتهم ويستطيعوا أن يديروا حياتهم الاقتصادية والمعيشية ويصرفوا على أبنائهم بالجامعات وبالمدارس وبحياتهم الاقتصادية، وخاصة أننا مقبلين على شهر رمضان والعديد من المناسبات الدينية والوطنية التي تستدعي يعني مصاريف كثيرة، وهذا يحتاج التضامن الذي يجب أن يعلم من قبل البنوك الفلسطينية.